القرآن الكريم والشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى التسامح، لأنه يوم كان الغرب ينظر إلى الأجنبي باعتباره جمادا وليس عبدا، يقول أرسطو لا بيراتيري في زاوية دي لترانجي تاعناك دي نوبلس، معناه أن السطو على مال الأجنبي يعتبر عملا نبيلا. كانت الشريعة الإسلامية تحترم بالآخر وتسمح للآخر أن يطبق عليه حتى دينه وحتى قانونه، لهذا نزل في القرآن الكريم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. إذا بينما لم يصل الغرب إلى هذه القاعدة إلا مع كتابات هنري باتيفول في 1920 و 1900 ميلادي، لكن هذه السماحة التي عبر عنها الدين الإسلامي منذ القرن السابع الميلادي. طبعا المبدأ بالإسلام هو أنه لا إكراه في الدين، لكن ميدان تطبيق هذه القاعدة هو دخول الإسلام. فيما يتعلق بدخول الإسلام لا يكره أحد عليه، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إذا الإنسان حر في أن لا يكون مسلما أو لا يكون. لكن حينما يقرر الإنسان عن بين أو عن اختيار أنه سيكون مسلما، هنا تتراجع الحرية. معناه أن الفرق كبير بين دخول الإسلام الذي يخضع للحرية وبين الخروج من الإسلام الذي له تبعات أخرى. الخروج من الإسلام تتبعه هو فساد في الأرض، وطبعا هذا لأنه استهداف لأهم ما عند المسلمين. أهم ما عند المسلمين هو الله والإسلام. طبعا الله تعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إذا وقال لهم استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذا حينما أقال لهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، إذا حينما يفرط المسلم في هذا الإسلام هذه النعمة الكبرى، هنا في الحقيقة خروجه يستتبع عقابا، لأن كما نحمي الشخص من شرب الخمر أو من العقوق نحميه أيضا من الخلاص من الدين، لأن الانحلال من الدين له تبعات أخروية، نار جهنم والعذاب، وهذا العذاب لا يحبه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأمة بالإنسانية جمعاء عليه الصلاة والسلام، ولا يريد لأي أحد منها أن يدخل النار. وإذا هنالك فرق بين دخول الإسلام الذي يخضع لقاعدة حرية الدخول لا إكراه في الدين، وبين الخروج عن الإسلام الذي يخضع صاحبه لعقاب. طبعا هذه القاعدة في كل الأديان المسيحية وحتى في فرنسا وفي الغرب جميعه ظلت القاعدة أن الخروج أن تغيير الديانة له تبعات. أخيرا فرنسا حينما انتصر منذ 1789 الدين الجديد العلمانية لا ريليجيون سيفيل بلغة جان جاك روسو أو لا ريليجيون ليغال بلغة دوركاين، هذا الدين الجديد فعلا من محتواه أن الدين الله لا وجود له، العقائد أفكار، إذا لا فرق بين فكر يصدر عنكم ويصدر عن إله يدعيه آخرون، وبالتالي أصبحت الحرية الدينية أصبحت حرية المعتقد. طبعا بعض فقهاء المسلمين يتعامل مع هذا المفهوم دون أن يحدد مضمونه. طبعا حرية المعتقد مفهوم قانوني وليس كما يفهمه كثير من بعض علمائنا للأسف. حرية المعتقد ظهرت مع 1789 وظهرت مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعني ماذا حرية المعتقد؟ حرية الشخص في أن يعتقد وأن لا يعتقد وأن يسب حتى المعتقد. وهذا في الحقيقة بعض الكتابات التي تحاول أن تميع الإسلام أو تجعله لا حمى له أو تجعلنا مؤمنين لكن ليس كما يقول ربنا والذين آمنوا أشد حبا لله. بعض الكتابات خاصة اطلعت على كتاب، على كل حال هي هذا سنناقشه لاحقا. المهم البعض يحاول أن يوسع الطريقة وكأنه يريد أن يفلت المسلمون أو يخرجوا شيعا من دينهم، وبالتالي يقول لهم إنه لا عقاب على الأقل دنيوية على الخروج من الإسلام، وهذا بالحقيقة يخالف نص القرآن الكريم، يخالف مجمع عليه بين صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، يخالف السنة، يخالف حتى القانون الغربي، يخالف حتى الديانة المسيحية. وإذا هذا هو جيد. أعود إليك أستاذ حسن في هذه النقطة تحديدا، وهي حرية العقيدة، هل هي أصلا يعني أصلها من عدمها، يعني هل هي الأصل أم غير ذلك تحديدا، وأنت تعلم بأنه الحديث يعني يولد الإنسان على الفطرة فأبواه يهودانه وينجسانه كما قال صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نعلم يعني ما هو الأصل، هل هو الحرية بالعقيدة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. طبعا أختلف مع الأستاذ المحامي الفاضل سيد المختار في بعض ما قال، وأعلن بأن
الأصل الشرعية بين الحكم الشرعية هو حرية الاعتقاد وحرية المعتقد، وأن قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي محكم غير منسوخ ولا ناسخ له البتة، بل قال تعالى فلو شاء لهدى من موضع بين الله عز وجل لم يشأ أن يهدي الناس جميعا، بل قال إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وقال على لسان أول الرسل وآخر الأنبياء، قال على لسان أول الرسل الذي هو نوح، قال عنه كما في القرآن الكريم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. هذا الإعلان، هذا هو أول إعلان وردنا في القرآن الكريم تاريخيا عن حرية الاعتقاد وحرية التصورات وحرية التدين وحرية الدين. نعم، فهذا الإعلان سار عليه جميع الأنبياء وجميع الرسل حتى إلى آخر الرسل، إلى آخر الأنبياء عفوا، إلى آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى عنه، قال تعالى في شأنه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني ليس من وظيفته ولا وليس من شأنه وليس له شرعا أن يكره الناس على الإيمان. وهذا هو ما يتفق وهذا هو ما يتفق مع وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وكما في قوله تعالى لست عليهم بمسيطرين، وكما في قوله تعالى وما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني الله عز وجل لم يرسل رسول الله وخاتم النبيين لم يرسله حفيظا على الناس، يعني يحجزهم يرعاهم، يعني يفرض عليهم أن لا يدخلوا النار وأن لا يكفروا. وحرية الاعتقاد هذه كلية من كليات القرآن ومن كليات الإسلام ومن كليات الهدي النبوي، كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فحرية الاعتقاد هذه عفوا اسمحوا لي أفسر لكم مفاجأة كبرى، لا يصح شرعا أن يقع خطاب وتكليف من الله إلا على من يملك الاختيار. أول خطاب على الإنس والجن وقع على عدو الله إبليس، إذ كلفه الله تعالى بسجود لآدم وهو كان الله عز وجل آتاه الاختيار، لذلك هو اختار لا سجود والعياذ بالله. وكذلك خطب الله آدم وحواء بأن لا يأكلا من الشجرة، وكان يملكان اختيارا. لهذا صراحة كرامة الاختيار هي شرط في وقوع، هي شرط لوقوع التكليف، والخطاب وشرط كذلك في وقوع الجزاء والحساب يوم القيامة. جيد، لو عدت إليك أستاذ سيد المختار، طيب هل يسمح الإسلام لغير المسلمين بالدعوة إلى أديانهم ومعتقداتهم في الدول الإسلامية كما يسمح للمسلمين بذلك، يسمح للمسلمين بذلك في الدول غير المسلمة؟ أولا أنا أنبه إلى أن ما قاله الدكتور المحترم لم يخالفني الرأي، هو تحدث عن حرية العقيدة بمعنى حرية دخول الإسلام، وطبعا المسؤولية مربوطة بالحرية، لكن وهذا فعلا تطبق فيه لا إكراه في الدين، هذا معه في هذا، لكن حرية المعتقد لها دلالة أخرى، هي حرية الشخص في أن يخرج من الدين متى شاء، وحرية الشخص أيضا في أن يعامل الدين معاملة القانون الذي يصدر عن البشر، وأن يعتبر أنه لا فرق بين رأي يصدر عن فيورباخ أو كابانيس وتعليم من تعاليم الدين الإسلامي على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. المشكلة حرية المعتقد
المشكلة أن هذه الرؤية ليست هذه حرية المعتقد. لا ليبرتي ريليجيوز بمعناها القانوني الذي يريده الغرب والذي يدافع عنه بعض المسلمين للأسف، بمعنى حرية دخول الإسلام وحرية أيضا خروج من الإسلام. حرية دخول الإسلام هذه الشرع الإسلامي والإسلام مفخرته أنه لم يكره يوما أحدا على الدخول في الإسلام، لكن حينما يريد أحدهم الخروج من الإسلام، الإسلام أهم عند المسلمين من آبائهم وأمهاتهم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وإن يتولهم منكم أولئك هم الظالمون. الله المؤمنون أشد حبا لله من أبائهم وأمهاتهم. إذا حينما يقول أحدهم إنه كفر أو إنه يريد نشر الكفر، هنا يدخل دائرة الإرجاب، دائرة النفاق. دائرة النفاق يقول الله تعالى فيها ومن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنيهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما. إن يتولوا معناها احتمال، إما أن تكفر فتتوب لا مشكلة، لكن أن لا تتوب يعذبهم عذابا أليما في الدنيا في الدنيا والآخرة ولا يجدون لهم وما لهم من دون الله من ولي ولا نصر. إذن القرآن صريح في أن من يخرج عن الملة عن الإسلام حينما يبقى يرتد الإنسان ويبقى في إطاره الضيق هذه حرية شخصية لا ننبش عن عقله ولا عن قلبه حريته، لكن حينما يقول لغيره يدعو مثلا للكفر يدعو للعلمانية يقول نحن كفار يجاهر بهذا هذا في الحقيقة. لكن العلمانية أيضا كفر، هذا سنصل إليه في 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 نقطة أخرى، لكن أريد بداية هنا معك أن نتحدث عن نقطة مهمة حتى في هذه الآية التي يعني ذكرتم قبل قليل لا إكراه في الدين حتى لا إكراه في الدين قتل إكراه في الدين تم نسخها. طيب كيف تردون على المستشرقين ما يثيره المستشرقون من شبهات حول أن الفتوحات الإسلامية كانت تدخل في إطار الإكراه مثلا، هذا يثير المستشرقين والعلمانيين وغيرهم، كيف تردون؟ أولا أنا أقول أن الإكراه في الدين هذه الآية تم نسخها. القرآن في فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك التي استشهد بها دكتور هذه تتعلق بمشرك يأتي يستجيرني مرحبا به أقدم أقريه أحسن إليه، لكن حينما يكون مسلما قبل أن يكون مسلما علي أن أنذره أن أعذره أنبهه إذا دخلت الإسلام فإن حريتك في دخوله ليست كحريتك في الخروج عنه. وهذا حتى في القانون الفرنسي ما يسمى بلسيكستانتيبيس حتى باللغة اللاتينية، حينما تدخل عقدا أنت حر في أن تتعاقد ولكن أن تتعاقد أو لا تتعاقد، لكن حينما تريد التخلص من عقد هذا له تبعات لدرواد ريبانتير مثلا حق الردة أو الرجوع هذا يخضع حتى في القانون المدني الفرنسي النافذ ليس حرا ليس كالتعاقد. وإذلك هنالك فرق. ما الذي يثبت ذلك من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرتدين مثلا؟ هنالك حروب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أدرى الناس بالقرآن وبالسنة وهم من أوصانا بهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ومنهم السيف أبا بكر رضي الله عنه أفضل أمة محمد. هذا هو أعلنوا صحابة أعلنوا حرب الردة. لماذا حرب الردة؟ قوم ارتدوا تلك مسألة الزكاة تلك مسألة الزكاة، لكن هناك قبائل أخرى ارتدت كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم كفرت بالإسلام دخل معها أبا بكر رضي الله عنه وعمر بعده في حروب مشهودة حروب الردة حتى دخلوا الإسلام. إذن كيف للقرآن الصاحب الذي يقال ثاني اثنين هما في الغار يقول لصاحبه كيف أن يكون هو وعمر وعثمان ذو النورين وعلي مدينة العلم أدرى منهما عراقي يسكن في الولايات المتحدة الأمريكية أو شنقيطي موريتاني يسكن في قطر؟ هنالك أطروحتان تدافعان عن هذا الطرح عن حرية الخروج، أطروحة للدكتور محمد المختار الشنقيطي في قطر أطروحة لعراقي يسكن في أمريكا الشمالية. إذن هذين عالمين فعلا يدافعان عن هذه الحرية، وهذا يفسر أن حرية المعتقد الآن للأسف يدافع عنها في موريتانيا من قبل حزب إسلام موريتاني وحزب تواصل، لكن دين الله لا يقبل هذا، لأنه إذا كنت تواصل يدافع عن حرية المعتقد طبعا يدافع عن حرية المعتقد، وهذا الدكتور محمد المختار الشنقيطي قيادي في تواصل معروف. حتى بيرام الذي بدأ الآن يتحدث في الغرب ويقول ما يسميهم هو العبيد لن تتحرروا إلا بعد التحرر من الإسلام، هذا العلم قال إنه وصله من الدكتور محمد المختار الشنقيطي. وطبعا الدكتور محمد المختار الشنقيطي لديه مقال شهير معروف أن العقوبة على الردة أنها أخروية، وهذا حتى كنت في نقاش مع قادة أنها ليست أخروية محضة،
بينما نص القرآن يقول في الدنيا والآخرة والعذاب الأليم حينما يقولها الله تعالى تصرف الذهن إلى القتل لأن هذا عذاب أليم. ثم ثالثا أبا بكر رضي الله عنه وعمر من بدل دينه فاقتلوه، هذا حديث بالصحيحين، وهذا حديث طبقه صحابة خلف، إذن الخلفاء أجمعوا، نحن أمام إجماع، كيف نترك القرآن ونترك الإجماع ونقول إن أعلم أو الشقيط هذا الموريتاني أو الآخر العراقي أنهم أعلموا بدين الله من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يستقيم. بالنسبة لحرية الغرب في أن يدعو قولهم إن الإسلام انتشر بالقوة فقط، هذا ما أنزل الله بهم السلطان، هذا بهتان عظيم. بعض المفكرين الأفذاذ، هذا قد يقوله سبينوزا، قد يقوله مارتن لوثر، لكن جان جاك روسو، بعض أعمال مايكل هارت، المفكرين الغربيين الحقيقيين، العلماء الحقيقيين، هؤلاء يقولوا العكس، يقولوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام نشأ في بيئة بعيدة عن العلم، ومع ذلك أثبت وكان وراء أعظم دين وأعظم أخلاق. حتى بعض المفكرين الغربيين كشوبنهاور تم اقتياله، لماذا؟ لأنه يدعو إلى دين محمد دون أن يعلن إيمانه. إذن هذه هذا محض افتراء. طيب أعود إليك أستاذ دكتور في هذه النقطة، يعني تحدث عن حرية المعتقد بمعنى أن الإسلام يؤصل لحرية المعتقد ويدعو إلى الدخول في الإسلام بالتي هي أحسن، وطبعا يواجه الفكرة بالفكرة، وهو دين لا يحجر على العقل ولا يدعو إلى استقالة العقل البشري نهائيا لأنه منطقي كلا لا بعضا. لكن لماذا اليوم برأيك من المسلمين من يدعو إلى ضرورة حرية المعتقد وإلى فتح المجال أمام من يريد أن يخرج من الإسلام أن يخرج منه؟ والله لم نتفق على ما قاله الأستاذ الفاضل سيد مختار، لم نتفق نهائيا على قوله. خليني أكمل. طيب كيف لا تقاطع، أعطيت الوقت كافي. تفضل. أعطيت الوقت كافي. طيب لا أستطيع أن نتفق معه حيث قال إن قوله تعالى لا إكراه في الدين هي منسوخة، قطع بنسخها، وقولوا بل هي آية محكمة، وكما في قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شوف صراحة هذه كلية عندي، كلية ثابتة حسب ما توصلت إليه في البحث، وأنا جاهز طبعا للتراجع في أي وقت حينما حينما أسمع الدليل القطعي الكافي. نعم الذي لا يقبل التأويل. هو الإسلام قرر حرية الاعتقاد قبل الدخول في الإسلام وبعد الدخول في الإسلام. سأعطيكم نماذج واضحة واضحة. قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. الآية هنا لم تتعرض لإجبار النساء المؤمنات الراغبات عن أزواجهن، لم تتعرض لهن بأن حكم الله فيهن القتل نهائيا. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بالكتاب الذي نزل على قلبه، ونحن إنما أحسن حالا من كان في صدره، لكن هو نزل على قلبه، يعني عنده دراية كاملة. في صلح الحديبية أقر من رغب من المسلمين عن دينه وارتد ولحق، لم يصد فقط ولحق بالكفار المحاربين، أقر بإبقائهم على ما هم عليه ولم يعلم بأن حكمهم عند الله القتل ولم ينقض هذا. أقر لمن ارتد من المسلمين ولحق بكفار قريش المحاربين العدو المحارب، أقر لهم اختيارهم بإبقائهم على ما هم عليه، بإبقائهم على ما هم عليه أقر لهم اختيارهم. قوله تعالى إلى الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم وليقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ولقوا إليكم السلم
فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. شوف هم مسلمون، كانوا مسلمين، رغبوا عن الإسلام، ولو قومهم من غير المسلمين وكفوا أيديهم عن المسلمين، الله عز وجل ما بين في حكمهم قال فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أيضا هذا الحديث الصحيح المعروف البخاري ومسلم طبعا، والبخاري ومسلم والنسائي وابو داود وابن حبان ولغيرهم أيضا الحديث الصحيح المعروف لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني. لا يحل، الحديث هو هكذا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس طبعا، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال لا يحل دم امرئ مسلم، هو وصفه بالإسلام. أما من يصدف فلا يتأتي وصفه بالإسلام، هو وصفه بالإسلام حال كونه مسلما. أما المرتد أمام الرغبة عن دينه فلا يشمله هذا الحديث، لأنه لم يعد مسلما، فكيف يوصف بالإسلام وهو قد ارتد؟ من كفر بالله لا يمكن أن يوصف بالإسلام. فلماذا وصف بالإسلام في هذا الحديث؟ لم يوصف المرتد أصلا، إنما قال التارك لدينه المفارق للجماعة، هو حتى التارك لدينه هذا ارتد. لكن ارتد لا تكفي حتى يحل دمه، وإنما قال المفارق للجماعة وهي الحرب، وهي الحرب على أهله، وهي رفع السيف على المجتمع. فعلا كل الحدود في شريعة الإسلام إنما هي لتحصين المجتمع المسلم. كل الحدود، أما العقوبة على الاعتقاد فهي بكل تأكيد إن حسابه إلا على ربي لو تشعرون في اليوم الآخر. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ويعني حتى ولو دخلت الأمة كلها في الإسلام، كل يعني العالم لو دخل في الإسلام هذا لا ينفع الله في شيء، ولو خرجت من الإسلام كلها لا يضر الله في شيء، وإنما ذلك من أجلهم، فمن اهتدى لنفسه. لكن كيف يكون المنطق العام للشريعة الإسلامية هو هذا، والمنطق العام للدعوة إلى الدخول في دين الله هو هذا، ويكون بالمقابل يعني الخروج من الدين بعد هذا يعني فيه ممارسة عقوبة، وفيه نوع من الحجر على ذلك، وفيه نوع من سلب الحرية، حسب ما يثيره بعض المستشرقين وبعض المعاصرين؟ أولا أنبه الدكتور إلى أني حينما قلت إن آية السيف نسخت قوله تعالى لا إكراه في الدين، لم يكن هذا من عنديتي، وإنما هذا ابن كثير، وهذه الآية الكريمة هي آية السيف، وهذا رأي الجمهور أنها ناسخة لقوله تعالى اللي هي الآية شنو: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طبعا هو الآن استحد الزميل ذكر المسلم، وأنتم سألتموه كيف يكون مسلما وهو مرتد. لا تنسوا أن المرتد حينما يتوب يصبح مسلما، يعود إلى الإسلام. نحن فعلا الحرية في الردة يعود يستتاب، فإن تاب يعود مسلما، ولهذا هو ما زال مسلما، لكن إسلامه معلق على شرط أن يتوب. فإن لم يتوب طبق فيه الحد. ثانيا قريب من دكتور استحد ذكر حالات فيها الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو حاضر يتلقى الوحي وليس بحاجة إلى اجتهاد، وهو معصوم وليس بحاجة إلى قياس. هذه الفكرة زميلي العزيز حتى في سمعته البرنامج على قناتكم المحترمة يكرر أنه لا وجه للقياس على الفترة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا، لأنه يتلقى الوحي ونحن لسنا وسطاء بينه وبين الوحي. إذن قد يقرر أمرا ويقرر عكسه. أيضا تعرفون العبرة في مراقي السعود أن الخبر المنقول أولى بالاتباع من الفعل المنقول، ومراقي السعود قاعدة وصولية معروفة. طيب ما دام لدينا حديث
صحيح. من بدل دينه فاقتلوه، طبعا إذا لم يتب لماذا ندير ظهورنا للحديث الصحيح ولقواعد المنطق؟ وحتى اليوم هذا لو قلنا هذا، الدين قائم على قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. الوقار لا يمكن أن يكون موجودا إذا كان الشخص يستطيع أن ينكث عهده مع الله في أي وقت. ثانيا الآية التي يستخدمها بعضهم، من شاء في اليمن ومن شاء فليكفر، ماذا بعدها؟ من يستخدم هذا؟ إنما يستخدم طريقة ويل للمصلين. إذا أكملت الذين هم عن صلاتهم ساهون يختلف المعنى حينما تجتزي. القرآن فيه من شاء في اليمن ومن شاء فليكفر، لكن ماذا بعدها؟ بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. معناه أن العذاب ويل لك من العذاب الأليم، معناها يا مخاطب بأحكام الشرعي لا تقاطع، يا مكلف بخطاب الشرعي تأكد أنك إن خرجت من دين محمد أشرف مذهبي فإن العقاب النكرة ينتظرك، وليس فقط العقاب دنيا أخرويا كما يقول الدكتور الشنقيطي أو يقول العراقي، وإنما عذاب أليما. فكيف تفسرون أستاذ يعني قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لماذا جاءت كلمة يمت وهو كافر؟ يوم لأنه الكافر مفتوح له أن يتوب. حد الردة يعني أن أقيم حد الردة حتى يقتل من ارتد هنا عن دينه، يعني لا لماذا لا يمت جاءت هذه؟ يمت هذا لأن كافر. الشخص قد يكفر ولا يعلم الآخر به ولا يتوب، وحينما يموت وهو كافر نعوذ بالله من حاله، لكن حينما يعلن كفره يبدأ يتبجح. لا وجه الاستدلال بها عند لا وجه الاستدلال من ينكر حد الردة ومن يعترض على حد الردة. أبدا لأن شوف هو في الحقيقة الاستنتاج هذا، هذه القاعدة تخضع هنالك معجزة فهمناها سليمان، البعض قد تجده يتقن المتونة لكن القدرة على تنزيل الأحكام هذه حدثنا القرآن الكريم أنها معجزة. المناط تحقيق المناط لأن لا إكراه في الدين، مناطها ماذا؟ حين دخول الإسلام، حينما تقول إنه لا إكراه في الدين مطلقا معناه أنه حينما يزني الزاني لا إكراه عليه، حينما يضرب والده لا إكراه عليه، حينما يقتل نفسا بشرية لا إكراه عليه، لأنك إذا اعتبرناها مطلقة يجب أن يبقى المطلق على إطلاقه، لكن مناط لا إكراه في الدين هو حين دخول الإسلام. بعد دخول الإسلام حينما يصبح المسلم مسلما، إذا كنا في الحقيقة نحمي زوجاتنا، نحمي أبقارنا، نحمي حتى حشاكم جحوشنا أكثر من حماية الرابط المقدس الميثاق القليظ بيننا، فعلنا إذن أن نعبد نساءنا ونعبد أبناءنا. إذا كنت فعلا أفضل أؤذر زوجتي أو والدي أو ابني على ربي على الله على ديني، فالأولى أن نعبد زوجتي أو نعبد ابني. القرآن فيها تعرفون قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. معناه أن العقاب ينتظر من لا يؤثر محمدا عليه الصلاة والسلام وربه ودينه القيم على زوجتي وعلى ما دام القانون والدين يحمي لي عرضي. رابعا الكليات خمسة، كيف نحمي العقل ونحمي العرض ونحمي المال ولا نحمي الدين الذي هو السبب في حماية هذه الكليات؟ هذا منطق يسير على رأسه وقدماه إلى الأعلى. هذا نحن في حتى المشكلة أن إضافة إلى العلم هنالك المنطق، هذا هنالك استدلال بالأحرى. إذا قال الشارع أو القانون لك أن تتزوج أربع زوجات فمعناه بداهة أنه يمكنك أن تتزوج اثنتين، حينما يحمي الدين عرضي ومالي وعقلي ونفسي من باب أحرى أنه يحمي لي ديني. إذا كان الدين غير محمي هنا نطبق القاعدة الذهبية للعلمانية، هنا نصل عن وعينا وغير وعين إلى الديانة الأرضية اللي هي وهي ديانة جان جاك روسو هي العلمانية. ماذا تعني العلمانية؟ هو دين جديد، لكن هذا الدين المهم عنده هو الغلب على الأديان السماوية، والغلب مناطها وسيلة تحقيقها هو أن لا تكون الأديان السماوية محمية. هذه نظرية في اللاهوت يسميها جان جاك روسو لا دومينانس. أنتم تعتقدون بأن العلمانية دين جديد؟ طبعا هذا معروف في جميع الجامعات العالم في جميع الكليات. اليوم أكبر الأساتذة المتخصصين في الجامعات الفرنسية في العلمانية هو بوبيار، يقول إنها دين أرضي. جان جاك روسو الذي تحدث عنها يسميها ريليجيون سيفيل. أميل دوركايم المعروف يسميها إن ريليجيون ليغال، هي
هي ديانة، هي ديانة أرضية، هي المعمول بها اليوم في أغلب الدول، وبالتالي نحن بعض مشكلة بعضنا أنه مثلا هذه حرية المعتقد، تجد عالما في الشريعة هو لم يدرس يوما لا يعرف الفرق بين القانون المدني والقانون الدستوري، ومع ذلك ينظر في حرية المعتقد. حرية المعتقد هذا مفهوم قانوني وضعه سانتا كروز، إلينور روزفلت زوجة الرئيس الأمريكي، الفقيه الفرنسي ريني كاسان. ما علاقة علماء المحاضرة وعلماء الشريعة بكاسان؟ حرية المعتقد تعني حرية الشخص في أن يعتقد وأن لا يعتقد، وأن يسب المعتقد، وأن يرى أن الله فكرة. وطيب، من يدافع عن هذا؟ إنما يدافع عن الكفر البواحي باسم الدين الإسلامي. جيد، واضح أستاذ دكتور، يعني توافقونه على ما قال بخصوص هذه النقاط يعني العلمانية، وايضا قضيه حريه المعتقد في الاسلام، ام تختلفون عنه في ذلك؟ وما هو الاطار الشرعي يعني اليوم دعاة حريه المعتقد وضروره حريه المعتقد في جميع الاحوال، سواء للداخلي في الدين او الخارجي او الذي تدين مسبقا، يعني حتى ولو عدنا الى الاسلام الى الشريعه، ما هو الاطار الشرعي الذي يحفظ للانسان وللمسلم حريته الفكريه؟ أولا طبعا لا 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 يزال الخلاف يتسع بيني وبين الأخ الفضل، وهنا انتهز الفرصة لأعلن بأن القول بقتل المرتد صراحة بأن هذا القول اتفق تماما مع تهديد بالقتل الذي أعلنه الذي وجه به الرسل والأنبياء. فقوم نوح قالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكون من المرجومين. إبراهيم قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وما كان من نوح إلا أن قال شو الحوار، ما عندهم غير الحوار، ما عندهم هذه السلطة الثانية وإهدار الدم وما شابه. نوح قال قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومعي من المؤمنين. فإبراهيم أجاب أباه بقوله سلام عليك سأستغفر لك ربي. أصحاب القرية الذين هددوا الرسل به الذين هددوا الرسول الثلاثة بالقتل أيضا ما كان من قولهم إلا أن قالوا طائركم معكم إن كنتم تبقوا مسرفون. تسعة رهط هم الذين هددوا صالحا بالاغتيال وما شابه. يعني هذا المفهوم أنا متأكد قتل المرتد لم يأخذه القائلون به من الإسلام ولا من القرآن، لأن القرآن وضح بأن كرامة الإنسان بالاختيار، بحرية الاختيار، وأن حساب الكفر والبغي والعمل غير الصالح حسابه على الله يوم القيامة يعذب به. استشهاده بقوله تعالى لهم عذاب أليم في الدنيا. أريد أن أنبه الأخ الفاضل بأن العذاب الأليم في الدنيا من الله، هو كالذي عذب الله به قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وفرعون وقوم لوط. العذاب الأليم من الله في الدنيا هو بعذاب من عنده وليس بأيدينا، أما العذاب بأيدينا فقد فهو بالقتال بين طائفتين أو بين المسلمين أو الكفار وما شابه. والله عز وجل سيعذب منافقين بأيدينا بالتأكيد في آخر الأمر. فقول الأخ الفاضل بأن حرية الاعتقاد أو بأن حرية المعتقد أو بأن أول من وضعها هم الغرب والمفكرون الغربيون والفلاسفة الغربيون سماهم وطبعا لم أحفظ اسمائهم ولا نعم، وهذا يقول من أغرب الأشياء عندي، ينظر إلى الله عز وجل قال في القرآن وهديناه النجدين أي الطريقين، يعني أتاح للإنسان حرية الاعتقاد. كيف يتأتى للمخلوق أن يحجر على الخالق
ويمنع الإنسان من هذه الكرامة التي هي نعم، بل ما كان يوم القيامة إلا لأجل أن يحاسب الناس على سلوكهم وعلى معتقداتهم. نحن نقول حرية الدين، لكن ما هو ما معنى الدين أصلا؟ الدين عنده تعبير، حسب ما استنبطته عنده تعبير خاص. الدين في السياق الشرعي، لا أقصد في السياق آخر. الدين في السياق الشرعي، الشرائع هو، أو في سياق التشريع هو تصورات وضوابط وسلوك يتقيد به المتدين، يلتزم به المتدين إعلانا منه، لكن عفوا يلتزم به المتدين أيا كان دينه، أرضيا أو دينه هو الدين الحق من الله، يلتزم بها المتدين إقرارا منه التزاما منه بعدم الخروج منها، إقرارا منه بعدم الخروج منها، وإقرارا منه بأنه يستحق العقاب بحسب الطاعة والعصيان. فهذا هو الدين. والفرق بين دين الله ودين البشر هو أن دين الله تميز بمسألتين. وهذا الدين يكفل لمن دخله حرية الخروج منه، ما في شك. وعقابه، فإن مات مرتدا عقابه في جهنم في اليوم الآخر. عقابه أخروي. نعم، عقابه أخروي وليس دنيويا. الأفكار التي تحدثتم عنها ودافعتم عنها بقوة، كيف تتجانس مع يعني التاريخ الإسلامي، حتى لو عدنا إلى بداية الدعوة، وكيف كان المشركون يعذبون كما تعلم بلال بن رباح وكل من يعني دخل في الإسلام حينها، تعرض لتعذيب شديد، تعرض لأنواع التعذيب وممارسة الإكراه عليه من أجل أن لا يعني يصب عن دينه ويدخل في الإسلام إلى غير ذلك. يعني أنت تعلم ذلك، تعلم أيضا بأن الإسلام نفسه حارب حتى من أجل حرية الآخرين، يعني حارب حتى من أجل أن يكفل الآخرين حريتهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يعني الإسلام حارب حتى من أجل حرية الآخرين، يعني المسيحيين وغيرهم. كيف اليوم أنت تقول بأنه من دخل بالإسلام وأصبح مسلما لا تكفل له أي حرية بالمعتقد؟ من دخل الإسلام تكفل له كل الحريات، لكن ليس منها إذا أراد ينبه يعذر قبل أن يدخل الإسلام. يا أخي، ما ستقوم به، ستدخل دينا وقورا ليس لعبة، عليك أن تتبين وأن تتخذ قرارك عن بينة. وهذا ما يفسر حظر الإسلام للإكراه. لكن الإكراه ماذا؟ إكراه حين الاختيار. لكن حينما تعتقد الإسلام وتريد الخروج على هواك، هذا في الحقيقة المسألة، أنت لست في الطريق. ولكن أنت من تشرفت بدخول الإسلام وليس الإسلام من تشرف بدخول. القضية ليست في هذا، القضية أنه الناس الوقار، الدين قائم على المقدس، على القداسة، لا سكراليزاسيون. طيب، بالنسبة للدين المديني العلمانية تريد أن تكون لا سكراليزاسيون اللي هي القداسة، لا فيتيشيزاسيون اللي هو التعقيد، أن يكون القانون هو العقيدة، التشريع المديني. إذن لن نسمح لأحد مخالفة القانون، وكل من خالف القانون سنوقع عليه جزاء، بينما الدين خالفه بحرية. تعرف ماذا يعني هذا؟ يعني أن الدين لم يعود محميا. طيب، إذا كنا نحمي زوجاتنا ونحمي طرقنا الجار ولا نحمي الدين، لماذا لا نعبد جارنا منطقيا؟ ثالثا، هناك مشكلة أخرى، كيف نقول إن القانون محمي وكل مخالفة له تترتب عليها جزاء، بينما الدين الخروج منه لا يترتب عليه جزاء؟ هذا يوصلنا إلى ما يريده الدين العلمانية، أن يكون التشريع للوائي مندية، أن يكون التشريع هو ربي
كما هو مكتوب في المدارب عن الدستور الموريتاني. هذا ما يريده العلمانيين بالضبط، أن يكون دينهم الذي هو الدين الأرضي أن يكون محميا. أما الدين الإسلامي ففي الإطار الخاص، إن شئت احترمته وإن شئت لعبت به على هواك وإن شئت حتى خرجت منه، لأنه في الحقيقة هو كالزواج على طريقة الموريتاني، كلمة كان الإسلام دخل دير فيه كلمة ودخل منه كلمة. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أحدهم قال له إن أحد إن ابن سلول أو أحد آخر قال إنك إن صدقت فإن معناه أن حمرنا أفضل منا. لما نقلها للرسول عليه الصلاة استدعى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قالها، وقيل أنه عبد الله بن سلول وقيل آخر، نزل قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنيهم الله ورسوله، إلا أن يقول إن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحاجج هذا الصحابي حتى تاب وقال له تبت وتقبل مني توبتي، تاب عليه، لأنه فعلا لا يمكن أن نقول إننا سنحمي المجتمع من الزنا ونحميه من العقوق ونحميه من القتل وفي نفس الوقت طبعا كيف نحميه؟ نحميه بالإكراه. إذا كنا لا نحمي الدين نفسه فكيف نحمي تطبيقات من الدين؟ بمنطق آخر، إذا كنا سنحمي الملة والعرض والاقتصاد والعقل بموجب الدين، لكن الدين نفسه لا نحمي، هذا يعني منطقيا أننا لا نحمي العقل ولا نحمي العرض ولا نحمي الدين ولا نحمي أي شيء. ثالثا، كيف الجمهور والصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا حروب الردة حتى دخلت الجزيرة العربية عن بكرة أبيها، دخلت الإسلام في عهد أبي بكر كما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أليس الصحابة أفضل منا وأدرى؟ ثالثا، قياس زميلي دكتور على نوح وهو ينشر دعوته، الله تعالى يقول لنا ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا. هنالك فرق حينما تأتي بدين جديد، هذا طبعا الناس لابد أن تعطيها خيار، لأن الله تعالى يقول وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ويقول وما كان ربك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، انتظر يا نبي حتى يؤمن الناس بك، فإن لم يؤمنوا إن آمنوا تبعت كان العقاب له وجه حق عليهم العذاب. رابعا، هو يتكلم عن الدين، هذه رؤية على كل حال أتحفظ عليها، نحن كمسلمين ديننا ليس تصورات، هذا يشمل رائحة اللاهوت المسيحي، نحن ديننا يقين وليس تصورات. وبالنسبة لنا في اللاهوت المسيحي لا فرق بالنسبة لهم، هنالك مادة تسمى الأديان، في الأديان جميع الأديان تصورات، ومن هذا المنطلق لا فرق فيها بين الدين الأرضي والدين السماوي، بين البوذية والإسلام. لكن هو قال الدين الأرضي وقال الدين الحق، لكن قال المشترك بين الأديان أنها تصورات، وهذا صحيح، لكن هذا صحيح بالنسبة لمن؟ هذا اللاهوت المسيحي. بالنسبة لنا احنا كمسلمين فذلكم الله ربكم الحق فما لا بعد الحق إلا الضلال، معناها ديننا بالنسبة لنا ليس تصورات وإنما حق، وقاعدته هي أن نسلم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا. هذه التصورات، هذه الريبة، وتلك أمارة المنافقين، فدارهم في ريبهم يعمهون. نحن نثق أن الناس سنموت وأن الناس سنبعث وأن الناس سنقف أمام الملك الديان، وإذا الأمر ليس تصورات وليس ديكونسيدراسيون، الأمر حقائق. طيب، في آخر، في قبل أن ننتقل إليه الإجابة عليه، يعني موقفك من حوار الأديان؟ هو بالحقيقة أنا مثلا في جامعة فرنسية لا مانع، في تولوز أو في كذا أناقش المسيحية وأناقش اللاهوت لا مانع، لكن أنا كمسلم في الحقيقة بالنسبة لي لا دين، لا وجود لدين حق إلا دين محمد، وهذا قاله جميع الأديان الأخرى نسخت، لكن لا يمنع هذا أيضا من أن أناقش مع جولدمان اليهودي أو مع باديتار مسيحي لا مانع. جدليا واقعيا أعرف أنه موجود حتى في موريتانيا، تجد حزبا إسلاميا، تجد بعض العلماء عن وعين وغير وعين يدافعون عن العلمانية، هذا موجود. إذن العلمانية موجودة كدين، المسيحية موجودة، والعلمانية هي مسيحية محرفة، هذا موجود واقعيا. أنا شخصيا لا أؤمن إلا بدين واحد، لكن هذا لا يتعارض. ومن يقول اليوم، يعني موجودون اليوم من العلمانيين في الدول الإسلامية الذين يقولون بأنهم يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم لديهم يعني أفكار وفكر علماني يعني أساسا يعتمد على قضية الحكامة وقضية العلاقة بين الدين والدولة إلى غير ذلك، ويطرحون كذلك وطروحات. هل هؤلاء برأيك يعتنقون دينا جديدا غير الدين؟ أولا، نحن حينما مثلا نريد أن نستنبي عن مفهوم حرية المعتقد،
الإجابة لا نركن إلى دراسة الدكتور أو إلى دراستي، وإنما نسأل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة المادة الذي منه تقول إن الدول يحظر عليها تفسيره، يفسر دوليا عن طريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. نفس الشيء العلمانية، هذه لا وجود لموريتانيا فطرها ولا مصري، هذه استقيناها من جان جاك روسو. القاعدة الذهبية العلمانية هي دين، هي مسيحية مشتقة، لكن لها الغالب. لماذا؟ لأنها ترى أن التشريع المدني هو الله. بعبارة أخرى يقول فولتير للوا سيفيل دفريتيتر سيبور للوا إكليزياستيك دفريتيتر سيبوردوني ولوا سيفيل، معناه أن أحكام الدين يجب أن تكون خاضعة للتشريع المدني. لكن هذا الشخص لا يعرف شيئا عن الله ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هو علماني ويقول هذا الكلام، لكن من هو مسلم ويعني يعرف الكثير عن الدين الإسلامي وعن الرسول وعن الله تبارك وتعالى، وطبعا ينفي تماما ما يقوله هذا المبكر. لا 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 ينفي، وانت هذا الشخص حينما يقول انه علماني معناه ببساطه انه يرى ان اولا الدين ناقص، الدين ليس قانون، يرى انه عقيده وهذه العقيده تبقى في اطار الخاص. العلمانيه مفهوم قانوني ليس مفهوم فلسفي، يعتقد بين الدين بين العبد وبين ربه، يعني لا علاقه، علاقه شاغوليه كما يقول ابو زيدان. طيب علاقه شاغوليه. دكتور الوقت للدكتور من اجل الاجابه عليكم، تفضل. شوف اولا انا بالذات بعيد كل البعد عما 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 يظنه البعض، فانا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالقرآن وبنبوة وما عندي علاقة ولا أؤمن بالتمذهب ولا بالتحزب مهما كان ذلك الحزب الإسلامي وغير إسلامي، لا أؤمن بشيء من هذا ولا أؤمن بهذه الفروع ولا أؤمن أيضا بتفسير الناس في المتون الفقهية وفي التفاسير أنه مهيمن على القرآن، بل أعتقد بأن القرآن هو المهيمن على كل شيء والمهيمن على تصوراتنا، والقرآن وأي حديث صح مهما كان له مهيمن على تصوراتنا وعلى كل شيء. هذه هي نظرتي للإسلام. طبعا استشهد الأخ الفاضل بحروب الردة بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا انهم قاتلوا قبائل العربيه للردة، وهذا التفسير غريب جدا عندي، بل لا يتأتى اثباته. انما كانت حروب الردة لدفع تجمعات القبائل العربيه الذين ارادوا ان يعيدوا الاسلام في مهده وان يغيروا على المدينه وان يقتلوا المسلمين. نعم، تلك الأحزاب التي تحزبت هي التي وفق الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصحابة معه، ووفقهم أن يقعدوا لها كل مرصد وأن يسابقوها وأن يتغلبوا عليها. في موضوع الردة أيضا، وأنه بكل تأكيد لا حد للردة في الدنيا، قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا، شفت المجادلة الكفرة، يعني هو وصف حالهم وهم آمنوا، انتهى الإشكال، آمنوا ثم كفروا، وصف حالهم في مرحلة أخرى، دخولهم في مرحلة أخرى وهي الكفر. ولم يكلفنا في الآية ولا في القرآن كله بأن نقتل كل من كفر بالله بعد إسلامه. هذا تفسير جديد يا ناس. الإسلام أكرم الإنسان بحرية الاختيار. الفرق بين دين الله ودين وأديان الناس الوضعية القانونية وما شابه، الفرق بينهما يتمثل في جزئيتين. أن دين الله يحصن الإيمان بتربية مراقبة الله، وأن نعبده كأننا نراه فإن لم يكن يرانا، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. يحصن الإيمان بتغذية مراقبة الله عز وجل، وأن
وكما في قوله تعالى وما تكون في شأن وما تكون منه من القرآن من يعني في جميع أحوالنا لا يمكن أن يكون أن يغيب الفرد عن علم الله وعن نظره وعن نعم لا يمكن نعم المسألة الثانية أن دين الله يتميز عن أديان البشر بأن العقوبة في الدنيا إنما هي لتحصين المجتمع لكن هي قاعدة نسميها أديان ما يصدر عن البشر لا يمكن أن نسميها أديان لا سمى الله سماها الله أديان أديان دين لأنه قال لكم دينكم هو أثبت لهم دينا هو قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملكي ما كان ليأخذ أخاه في دين الملكي سماه دينا وقال كاف لكم دينكم هنا قلت لك تتميز الإسلام عن دين الناس وعن الأديان البشرية والشرائع الواقعية التافهة نعم تتميز الإسلام عنها بأن العقوبة في الدنيا إنما هي لتحصين سلم المجتمع الزاني اعتدى على سلم المجتمع القاتل اعتدى على سلم المجتمع المحارب والمحارب اسمه قطع الطرق اعتدوا على سلم المجتمع شارب الخمر اعتدى على سلم المجتمع لأنه يفقد عقله وبالتالي ليش علمي في هذه النقطة بالتحديد المسألة الثانية أن غير هذه الحدود التي تنزلت لتحسين سلم المجتمع فالعقاب والحساب على الله يوم القيامة جيد واضح أما دين الناس فقد تميز بالقصور المحض لأنه يعاقب المخالفة في الدنيا عقابا كثيرا ما يخطئ الجاني ويصيب البريء طيب هذا يدعوني إلى سؤالك يعني حتى في كلام الأستاذ سيد المختار يعني على الأقل تحدث عن أشياء واقعية أنت تعلم القاعدة الشرعية درء المفاسد أولى من جلب المصالح وتعلم بأنك لديك يعني تعلم قصة الضباط الأفغان الذين أرسلتهم الحكومة أيامها إلى روسيا ليتدربوا هناك فيعني تعرضوا يعني آمنوا بالشيوعية واختلطوا مع الشيوعيين بتشفوهم يعني وعادوا إلى الأفغان وكانوا سببا في الحرب الروسية على أفغانستان حينها لأنهم حاولوا يعني القيام بانقلاب شيوعي هناك في أفغانستان وطبعا المجتمع الأفغاني رفض هذا الانقلاب واستعانوا عليهم بروسيا وبدأ من هنا بدأ طبعا المعركة بين الاتحاد السوفيتي وبين أفغانستان يعني عندما نحاول أن نحصن نحن نحصن الدولة نحصن البعد الجغرافي لوطننا فكيف بنا لا نحصن الانتماء الأكبر وهو الانتماء الديني لماذا نفتح الباب على مصراعيه للفوضى الفكرية لكل من يريد أن يعني يدعو إلى دين آخر وهو مسلم إلى غير أن يرتد عن دينه ويدعو إلى دين آخر لماذا نفتح هذا الباب علينا وقد يضر كثيرا أكثر مما ينفع أولا أنت كأنك تتحدث عن هذه المسألة الآن الشائعة العلمانية وما شابه فهمني أنا لست حاجة علمانية ولست علمانيا وأعوذ بالله من العلمانية لكن هو قال بأنه يدخل في إطار حماية الدين حماية الدين نعم يعني هذا القياس عندي أنا باطل أنت تحمي الدين بما لم يحميه به الله هذه الدنيا دار عمل وابتلاء وليست دار جزاء الجزاء على المعتقد وعلى الجزاء في يوم القيامة وإنما شرع ولا يرفع الجزاء في يوم القيامة إنما شرعت حدوده في الدنيا لتحصين المجتمع المسلم لتحصين المجتمع المسلم ألحق به بعض الفقهاء قياسا حد الردة وليس بصحيح حد الردة لا يمكن أن يكون شرعيا بل لا يتفق مع قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين الله عز وجل لم يشأ هذا وأكرم الإنسان بحرية الاختيار وأكرم الجن أيضا بحرية الاختيار فهذا
يتعارض مع الإسلام جملة وتفصيلة. جيد، واضح. جملة وتفصيلة. كيف ترد على ما أورده في كلامه ثم يعني في البعد القانوني، حتى في البعد القانوني كيف يتعامل القانون الموريتاني يعني مع حرية المعتقد؟ أولا أنا أستغرب وأذكر الدكتور بأنه ذكر الكليات الواجبة الحماية، وتلك الكليات من الدين. ما دمنا سنحمي العقل لابد أن نحمي الدين. كيف نحمي الدين؟ ليس بالتعاويذ، ليس بالدعاء في السجود، نحميه عمليا. هذا هو مبتغى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه الحق بالتوراة والإنجيل. الله يشجعنا على هذا، يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ويقول لنا ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم هو حماية الدين. لماذا الآن إذا أراد أحدنا أن يحسن الحديث عن الغزواني ماذا يقول له؟ يقول له حامل ملة ودي. إذا أراد أن يقول عمر بن عبد العزيز حامي الدين، كيف تحمي الدين إذا كنت تحميه فقط بيوم الدين؟ هذه ليست حماية. الحماية بالتعريف بار ديفينيسيو، حينما تقول إن الدين، وهذا طرح البعض طبعا يكون مسلما لكنه يطرحه طرحا علمانيا، وهذا من الناحية العلمية. هنالك الدكتور العراقي موجود، هو صاحب الأطروحة التي قدمت، وهو طبعا هو دافع عن هذا الرأي، حرية المعتقد أو الموريتاني الشقيطي الذي تتلمذ عليه بيرام للأسف، والذي الآن يسوسنا سوى العذاب لبيع. وفكرة أشرتم أنتم إليها فكرة الردع. تتلمذ عليه بيرام، أصبح بيرام يقول في أكثر مجلس إن عقوبة الردة لا وجود لها، وإن السلاطين المستبدين هم من فطروها، والدين لا وجود لها فيه، مع أن عقوبة الردة طبقها الرسول عليه الصلاة. نفس الشيء نجد النهضة قرام أغلبية، لماذا ترد فقط على طبقها الرسول عليه الصلاة؟ لماذا ترد فقط على ما أورده في الردة ولا ترد على ما أورده في العبودية وفي غير ذلك؟ شوف، في لدينا مثلا في 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 تونس حزب النهضة كان أيام هرب عبد بن علي، والدستور التونسي فيه عقوبة على الردة وفي عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وفي عقوبة الإعدام. حينما أتى النهضويون ألغيت جميع هذه الأمور، هذا الحزب الأم لتواصل. إذن تلاحظ أن الرؤية الإسلامية بين قوسين دريفي، أصحابها إما أنهم يجهلون، إما أنهم عن بينة واختيار يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم، والله تعالى يقول ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. لكن هذا يقول عنهم إسلاميين، ما يقول عنهم علمانيين. لكن الواقع أبلغ. أنت حينما تدافع عن المادة 5 من الدستور الموريتاني، عن أن الإسلام دين الدولة، ماذا يعني هذا؟ أنت تدافع عن المادة 59 من الدستور التونسي 59، أنت تدافع عن الدستور الإيطالي. الإسلام دين الدولة ماذا تعني؟ تعني أن الإسلام، أن الدولة فوق الإسلام، وأنه كما يقول عياض لا إله خارج شخص الرئيس. إما أنهم عن جهل، أو إما أنهم فعلا عن بينة. ثم ثالثا حتى فيما قاله الدكتور، حينما تقول إن الدين ليس محميا، العقاب أخروي، وهذا هذه اللغة، هذا هو عنوان مقال الدكتور محمد المختار الشنقيطي، لا عقاب على العقاب على الردة أخروي لا دنيوي، هذا هو عنوان المقال. ماذا يعني هذا؟ وهذا طبعا قاله لي جميل أكثر مرة، معناه أن قلت للناس خرجوا كما يحل لكم من دينكم، الأرض إلى الآخرة، ولا كما يقولون البيضان مستاخرة. هذا كأنك تشجع الناس على الخروج من الدين. إذا كان الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا حروب الردة، وطبعا أختلف مع الزميل، القبائل العربية في عهدي قبل حتى قبل البعثة النبوية كانت قريش ذوي البأس، ولا يمكن للعربي العارب أن تجيش ضدها، لأنها كانت أغنى منهم وأقوى وعزهم الله حتى. إذا كيف بانتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى كما قال هو يبدأ في تحضير الجيوش؟ الواقع مختلف. الواقع أنهم ارتدوا، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قرر صاحبه أبا بكر رضي الله عنه الاستيف أن يدخلهم عنوة رغم إرادتهم أن يعيدهم الإسلام، وكانت حروب الردة هذا معروف، مسيلمة والقبائل الأخرى، حتى جميع إلى 1940 حينما بدأت بعض الثقافات المصرية تنشر على هذا العالم، وهي ثقافات لا تتمكن من القانون، بدأ هذا الفكر العلماني يدخل إلى موريتانيا التي كان الموريتاني معروفون بأوعية العلم، أصبح أول الشقيطي يقول هذا. إذا كنا لا نحمي ديننا، لماذا وجدنا أصلا؟ ولماذا نقول إننا مسلمون؟ والله لنعود الدين ما هو محمي، ومحمي لا زوجتي، الأقرب لي نعبد زوجتي، والله ولي من أعبد الدين. جيد، واضح. طيب، نعم، تفضل. خلي نعم. الموضوع سيئ فعلا. أولا أن نحمي ديننا بالقوة بقاتل المرتد
بإرغامه على أن يرتد. لا فرق بين هذه المقولة وسلوك داعش اللي نذبحون من ليس معهم مباشرة. هذه واحدة. المسألة الثانية المهمة عندي مهمة جدا، وهي أن الأنبياء رغم أنهم متعددون لم يستخلف منهم غير ثلاثة. كيف ذلك؟ نعم، داود، سليمان، ذو القرنين استخلفوا بتمكين خارق، رابعهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب أصبح مكانا، لكن بجهودهم هم وليس تمكينا خارقا. إذن نوح، هود، صالح، شعيب، لوط، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يعني ايوب، هؤلاء الانبياء كلهم والله لم يمكن لهم في الارض وما طبقوا حدا واحدا. هل هم مقصرون؟ الحكمه من ذلك واضحه. ان الحكمه من ذلك واضحه، وهي ان هذا الدين لا يقام بالقوه، ان من شرع الله ان يدخل ان نبني الانسان اولا، أن نقنعه بالحوار وبالدليل إلى أن يوجد مجتمع مسلم متكامل. هذا المجتمع الذي لا سلطان لغيره عليه، تريدنا مثلا عليه أن يقيم نفتح حوارا مع من يدعو إلى دين جديد. علينا أن نترك هذا التمذهب وهذا التحزب، وأن نعلم بأن الوصف بالإسلام وصف كامل لا يحتاج ترقية عن بحزب ولا بدين ولا لماذا؟ سأسألك بشكل مباشر. نعم. تطالبنا بأن نفتح حوار مع من يريد أن يدعو إلى دين جديد. لماذا برأيك المجتمع الدولي لا يفتح حوار مع مسلمي الروهينجا؟ لماذا المجتمع الدولي لا يكافح مسلمي بفورما بالحوار وبالمجادلة الحسنة؟ هذا من فجور الأمم المتحدة ومن فجور أين ميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي تشتق به هؤلاء؟ هذا من فجورهم، هذا من فجورهم. أنا لا أشك أعمالهم، هم مقصرون، لكن أن يذبح المسلمون أو يشردوا في سوريا أو ما شابه، هل يعني هذا أن يصبح دواعش أن يقاتل من خرج عن دينه؟ أبداً أبداً. حرية الاعتقاد، كل من كليات الإسلام، بل لا يصح أن يحاسب الإنسان يوم القيامة إلا إذا كان تمتع بحرية الاعتقاد متمتعا بالاختيار. واضح، تفضل. الاختيار هو يكرر نفس الرواية. نحن قلنا اننا مع الاختيار حين دخول الاسلام، لكن حينما تصبح مسلما لست حرا من الخروج. هنالك تبعان مستحيل. انت قلت هذا وذكرت بانه حماية للدين. طبعا هذا لا علاقة له بداعش. داعش لا تؤمن بقانون ولا بدين ولا بأية معيار. داعش تستخدم القوة للقوة. داعش صناعة أمريكية إسرائيلية. لكن ضعفاء المسلمين، الطابور الخامس يريد أن يقول لك إن كل مسلم أبان عن عزة أو عن إيمان صادق سنصفه بأنه داعش. وإذن هذا إنصار ديبوبيليسم. في فرنسا الغربية مازال لم يتم إلغاء عقوبة سب الأنبياء إلى سنة 2017، ومع ذلك لم يتهم أحد مازال بأنها داعش. فرنسا إلى 1981 فيها عقوبة الإعدام، لم تلغى إلا عن طريق بادينتار في مرافع الشهيرة. إعدام في فرنسا، عقوبة الإعدام اسمح لي. أيوة اسمح إعدام. عقوبة الإعدام وتوب. لكنها إعدام المسلمين قتلوا إعدام الجواسيس. لا اسمح لي، لا شوف لا تقاطعني. عقوبة الإعدام في فرنسا، حتى الدين المسيحية تحمي الدين في النص المسيحي رد صاحبها يعدم، وهذا دليل على صدق ما عندنا، لأن فعلنا هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ثانيا هذا الكفر، الردة، الأبوستازي، لا ميكريانس، لا بلاسفم، هذه مفاهيم القانون الجنائي الفرنسي، ومع ذلك لم يقل أحد إن الفرنسيين دواعش. ثالثا يمكن للدولة الموريتانية أن تقرر عقوبة تعزيرية لإعدام من خرج من الدين بغض النظر عن القرآن الكريم.
لأن في عقوبات الآن بالإعدام فيما يتعلق بالمخدرات وفي أمور أخرى أقل أهمية. هل المجتمع الموريتاني الآن يهدد أن يسلب منه دينه؟ والله تجارة المخدرات أيهما أخطر؟ إذا بدون الدين أنت تستطيع أن تستعمل المخدرات، أن تقتل أمك، أن تفعل كل الفواحش. الدين وحده به تستقيم الأمور، وإذا عدم حمايته هو تفريط فينا جميعا. جوستاف أحد عمالقة القانون الجنائي خاصة الكريمنولوجي في آخر عمره يقول: لو كنت أعرف النظام الجنائي الإسلامي لطبق في إيطاليا ولكانت من أغنى الدول. لماذا؟ لأن النظام الجنائي الإسلامي له خصوصية. هنالك في إيطاليا وموريتانيا مليارات للسجناء، النظام الإسلامي ما فيه سجين، لأن العقوبة حالا لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، لا وجود للسجناء. الجريمة كذا تطبق عليك حال السلام. المليارات تقيسها الوباء. اليوم نحن حينما لم يتحقق الردع، وهذا أشرت إليه، الآن أصبح بيرام يقول لبعض فئة من المجتمع: تحرروا من الدين، لأن سبب العبودية كما قالت لي أمي هو الدين. أصبح ولم خطر الآخر يقول هو فهم بعض الناس للدين. طبعا هو فهم ولم يقل الدين، هو قال فهم بعض الناس للدين. لا أنا عندي فيديو، أنا عندي كلامه هو أمام إيطاليا، وأنا شخصيا خبير القانون الجنائي في إيطاليا، أنا أتكلم بالحرف. وهذا حتى قالت لي الوطنية المحامي، هذا قال محمد لموين قدام لي الوطنية المحامي في قضية تيكورا. أهل لموين عندهم مئات من العبيد، شنو سببها به الإسلام؟ معناها يا اللي تكون الحرية أو فهم الإسلام. أصبح هم اللي يقولون مخيطر، يقول نفس الشيء. لو أن الدولة الموريتانية في قضية ولم خيطر الساب اللاعين، لو أنها طبقت القانون لما أصبح الأمر على هذا النحو. أصبح رسميا بعضهم يقولوا: هل فيكم كافر يا الكفار رفدوا ايديكم؟ معناها أصبحت الدعوة للكفر جهارة. لماذا؟ لأن الردع لم يتحقق، بينما الرئيس والغزواني ما قد حد يسميه. لماذا ما قد يسميه؟ بين فيه الصنادرة لا يعاقبه. اللي نقوله علنا الله والرسول صلى الله عليه وسلم والدين الله اللي يبقى يقول لهم لا إله إلا المثل الأعلى. لا يتعود الناس لا تلعب وتتعجب، لا تقول مكفولة الملائكة صرت عين بيضة ويقوم يسبوا، بينما ينعدوا حامين زوجاتنا وبقراتنا ما لا يسموا حد بيلي خايف. الإنسان هذه طبيعة فيه. عظمة هذا الإسلام فعلا أنه في الاختيار يعطيك يقينك وتدخل في الإسلام. عاد بيناتنا عقل. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة وجاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقرتم وأخذتم على ذلكم وصري، قالوا أقرنا، قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. أنت أشهدت الله أنك ستنصر دين الله، إذا حينما تنقض هذا العهد نحن سنعاقبك عقوبة دنيوية، لأن الحديث من بدل دينه فاقتلوه. هذا لا مطعن فيه، إجماع صحابة رسول الله هذا لا مطعن، جميع علماء هذا البلد اتفقوا على هذا. بالنسبة لنا نحن في موريتانيا الاختلافات الفقهية بغض النظر عنها، المشرع كتب في نص مدونة صدرت عن البرلمان أن من بدل دينه استهزأ بدين الله أنه يعدم ولا يستتاب. طبعا يعدم يستتاب، فإن تاب وطلق سرحه من استهزأ يعدم ولا يستتاب. إذا علينا أن نطبق النص باعتبارنا وضعيين وباعتبارنا طيب الوقت اشرف على نهاية لك دكتور الكلام اللي ترد على بسرعة. نعم وهناك سؤال أطرحه عليكم قبل أدعو أخي ومحاوري الفاضل إلى مراجعة قوله بأن 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 القانون الفرنسي وغيره كان فيه حد قاتل الردة، واستشهد بأن هذا هو الحق، استشهد بقوله تعالى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا ما عنده علاقة، صحف إبراهيم وموسى ما عندها علاقة نهائيا. الصحف الأولى ما عنده علاقة نهائيا بالدستور الفرنسي. ما سمعت ان قلت لك المسيحية، قلت لك المسيحية في عقوبة الردة. ولو المسيحية احنا صاصرين كلمة المسيحية النسخة الموجودة الآن محرفة غير صحيحة. بعد منها النسخة الموجودة في التوراة محرفة. هاي النسخة محرفة، غير محرفة فقط الردة، غير محرفة فقط الإسلام، هذا القرآن. لكن هو محرفة قريبة بعد بقفلها. الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لم يتمثلها المسيحيون المعاصرون ولا الثوره الفرنسيه ولا قوانين نهائيا، عندها معاني اخطر واخطر وما عندها علاقه بهذا، ما عندها علاقه بهذا نهائيا. ما اقول هذا، ما عندها علاقه بهذا نهائيا، ما عندها علاقه بهذا. عقوبه الاعدام ما زالوا محتفظين بها. الوقت لم يعد يسمح ضيفي العزيزين، فقط لنختم بسؤال بشكل سريع الاجابه: هل يضمن الاسلام حريه المناقشه والمناظره الدينيه في الفضاء العام؟ القران يوجب هذا. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يحكمان معناها يحكم بعضهم على بعض حسب بعض السر. الشيخ الجليل رحمة الله عليه الجكني واللبونة لديه رجز يوجب فيه المناظرة،
القرآن قائم على حتى لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اليوم مثلا حزب تواصل يدعو إلى العلمانية عن وعي وغير وعي، لو قبيل مناظرة لا إما صحح وضعه رجع إلى الحق أو ظل فيه. كيف يدعو إلى العلمانية حزب تواصل وهو يقول بأنه مرجع يعني مرجعية إخوانية و هذا هو التلبيس على الموريتاني. هو يدعو إلى قيم الديمقراطية. قيم الديمقراطية ليست هي الديمقراطية. قيم الديمقراطية تستحي ماري لبن أن تدافع عن هذه فرنسا، ومع ذلك تجد حزبا في بعض حفظة القرآن. أنا أفترض أن هذا جهل منهم في القرآن. مثلا تجد يقول لك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عمل الديمقراطية لا علاقة لها بالإسلام. لا، ليست الديمقراطية، الديمقراطية بالإسلام. أتكلم عن قيم الديمقراطية. معناها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا كفر نعوذ بالله بجميع الأديان السماوية. الإعلان الفرنسي وهم يدافعون عن هذا. مادة 5 مثلا من دستورنا، نحن الإسلام دين الدولة. هذه ماذا تعني؟ الدولة فوق الإسلام. هذه لا، هذه ليست رومانتيزاسيون من الإسلام، وهم يدافعون عنها. قد يكون هذا عجالي منهم. ما هي العبارة الصحيحة التي كان يجب أن تكتب؟ نقول موريتانيا دولة إسلامية. كما في القرآن، ولنا صلاتي ونسكي ومحياي ومتي إلى رب العالمين. نحن من هل هذا صحيح؟ هل توافق على هذا الرأي؟ قضية الدستور والعبارة التي أولا نوافق وايضا عن السؤال حول هل يضمن الاسلام حريه المناقشه؟ طبعا طبعا. كيف يتجلى هذا؟ لان الرسل جميعا والانبياء جميعا انما جاءوا بالحوار. وهو حتى ان رب العالمين لما ارسل موسى وهارون الى فرعون ارسله بالحوار وبايات خارقه. فرعون استعبد قومهم بني إسرائيل، وهو ما قال لبني إسرائيل اعملوا خلايا سرية انتظرني لا تقاطعني لا تقاطع على يدك. نعم، ما قال ما قال لهم حتى لا تكون فتنة، ما قال لهم موسى، ما قال لقوموا اعملوا خلايا سرية اغتالوا فرعون وما شابه. قال له أنا أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. شوف حقوقي بحت، مطالب حقوقية بحت، أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فأرسل معنا بني وقال قال فرض معنا بني إسرائيل. نعم، حقوقية خطيرة هي ذاك القانون. خطيرة عندك أنت. عندي أنا ما خطيرة. هو قال فرض معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. ولا تعذبهم هايش معناها؟ أرسل معنا وقالوا أنا عبدت بني إسرائيل. هو أراد أن يحرر قومه، أن يخرج بهم عنه ويتركه هو شأنه. اسمع، أن أرسل معنا بني إسرائيل، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أن ندعو لي عباد الله. هو أراد أن يخرج، أرسله بالآيات الخارقة إلى فرعون ليبعث ليطلق سراح قومه ويخرج به عن مملكة ويخرج بهم عن مملكة فرعون ويتركه هو شأنه. تجاوز فرعون وطغى وقتل أكثر ما شابه، فكان ما كان. يعني جميع الرسل والأنبياء إنما جاءوا بالحوار. 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 بالحوار والمجادلة التي هي أحسن. نعم. بالحوار والحوار. هذا الحوار يتضرر به أعداء الله وينتفع به المسلمون. هذا موضوع. جيد. إذن أشكركم. قبل أن أنهي هذه المناظرة فقط كلمة أخيرة لكل منكما إذا كان لديكما كلمة في هذا الموضوع. طبعا أشكر الدكتور وكان له فضل إحياء هذه السنة. المناظرات قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله بهديه مقتدي، أي بالأنبياء، ومنها طبعا المناظرة. ثم ثانيا في القوانين المتحضرة حتى بالنسبة لمن هو علماني، المناظرة هي الكونتراديكتوار. رفض العلمانيون والموريتانيون والحداثيون أن يتجرع أحدهم للمناظرة، رفض التواصل. دكتور جزاه الله خيرا قبل ولا الآن استفدنا من بعضنا البعض وقد نتمنى. وأنت ما زلت تدعوهم للمناظرة؟ طبعا طبعا. جيد. إذا دكتور كلمة خير. حياكم الله. شوف صراحة هذا الدين لا يزال حيا كأنما أنزل، هذا القرآن لا يزال حيا كأنما أنزل اليوم. نعم، وسيبقى كما هو متخاطب ومخاطبة بالبشرية إلى لكن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا. نعم، كما شاء في الحديث. يعني هذا الدين إنما قام بالحوار وليس الحوار والجدال بالتي هي أحسن، ولم يقم بدعشنا وتكفير الناس وما شابه. نعم، إبليس ملعون، لكن الله لم يخاطبني أنا، لم يكلفني أنا بأن أقول تكفير الناس. الله على نعم،
فلان كل من انكر معلومه من الدين بطوره فهو كافر، لكن هذا لا يعني انني انا مكذب انه مكفر فلان وفلان وفلان، وانا اقول هذا من اهل النار وهذا من الجنه. لا توقع عن الله، لان مالك احسن، لا توقع ملك يوم الدين ومالك يوم الدين هو الله وحده، اما نحن فلا لسنا عبيدا له. نعم نحن عبيده بكل تاكيد، لكن حتى لا نكون كذبي كما صوب في سورة مريم أفرأيت الذي أطلع على غيب من اتخذ عند الرحمن عهدا. نحن لم نطلع إلى الغيب ولم نتخذ عند الرحمن عهدا، والله سوف يجري الآن مفاجأة، سوف يجري الآن مفاجأة. ساخنة شوي، ساخنة. أنا بالذات لا أدري ما يفعل بي، قد أموت على الكفر والعياذ بالله، لا أدري ما يفعل بي. الأمر كله لله يدبر الأمر، والله لا أعرف. ربما ترامب نتنياهو، ربما يمن الله على أحدهما فيسلم فيحسن إسلامه. يعني نحن الله عز وجل لم يطلعنا على الخواتم وعلى ندعي هذا، ومن يدعي هذا؟ جيد، إذا في النهاية أتوجه بجزيل الشكر إلى ضيفي العزيزين في هذه المناظرة الفكرية حول حرية المعتقد في الرؤية الشرعية والقانونية. كان معي الأستاذ المحامي سيد مختار والسيدي، شكرا جزيلا لكم. أستاذ أيضا كان في الجانب الآخر الأستاذ والباحث والدكتور حسن والمحمد ماديكا، حسن محمد ماديكا، شكرا جزيلا لك أيضا على قبول الدعوة، وشكر موصول لكم مشاهدي الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. أطيب المنى وفي أمان الله، نتمنى بطبيعة الحال أن تشاع هذه الثقافة، ثقافة الحوار وثقافة المناظرة، ونتمنى كل من يدعوهم الأستاذ المحامي إلى المناظرة الفكرية فيما يتعلق بالرؤية الإسلامية والعلمانية أيضا، إذا كان لديهم ما يقولونه أو لديهم ما يتحججون به من الأدلة الفكرية المقنعة إلى مناظرة ومفتوح لهم المجال في ذلك. الشكر لكم مشاهدي الأعزاء، إلى اللقاء.